الهدف المنشود هو الامن للبلاد والشعب الجزائري. لازم ان يعطي جواب لكل من تسول له نفسه من ان يمس الجزائر وان يمس الجزائريين. ونقول للاعداء سواء داخليا او خارجيا، ننتخب، كلنا ننتخب، وتحيا الجزائر. ومهما يكون الفائز، فالفائز والفائز الاكبر هو الشعب الجزائري. الله يرعاكم ويرعى بلادنا ويرعى اولادنا ويعطيهم الخير قد صلاة محمد. هاني فوضت اليوم على ولادنا، الله يشببهم، الله يخليهم، الله يطولها بهم. فوضت اليوم والله يجيب الخير ويجيب لنا راجل مسقم ويسقم لنا البلاد، والله يفتح عليكم والله يفتح على وليداتنا والله يفرحكم ويفرح كل مسلم. يا ربي توفق هذا البلاد وتجيب لها الراجل الصالح وتحفظ مواليها من الكبير للصغير وتجيب لهم الإفادة من عند الله. والله ينصر البلاد، والله هذا الناس اللي راهم جايين واعدين كي قال لك الله يعمر رب العالمين، إن شاء الله يجيب لنا في زرتهم الخير.